بنات عاملين ايه؟ انا ايه الفيديو النهارده ان شاء الله هنعمل توكه شكلها لذيذ جدا جدا وكيوت، هيعجبكم قوي بحاجات سهله قوي. ده شريط ستان عريض وقطعه صغيره بس من شريط الستان اللي هو الرفيع خالص، وهنحتاج ابره وخيط، وهنحتاج الولاعه نعمل بيها بس الاطراف عشان انتوا عارفين الستان بيتنسل. واي توكه معانا ممكن تكون استك او مشبك او اي حاجه، هقول لكم في الاخر هنركبوها ازاي. ممكن من اي نوع، ممكن من ده او النوع ده معروف قوي، اي نوع ممكن نستخدمه. تمام، هنجيب شريط الستان، اهم حاجه انا عملتها خلاص بالولاعه من الاطراف، بس انتوا يا ريت برضو ايه تعملوها يعني ما تنسوش عشان ما يتاثرش معاكم. هتجيبوا الجزئين كده وتحطوهم على بعض وتمسكوهم بالشكل ده. تمام، وهنيجي في النص هنقسوها اهي على بعض كده، ده المنتصف بتاعها. هجيب الابره وهدخلها بالشكل ده، وهبدا اعملها اثبتها بحيث ان هي في الطرف بس علشان خاطر الخيط ما يتخلعش مني. وبعد كده هكشكش المكان ده كله اهو رايح جاي كده بالابره، هفضل رايحه جايه بالابره علشان اعملها لحد الاخر اهو بالشكل ده، وهلف عليها الخيط اهو. بس شايفين شكلها؟ هلف عليها الخيط كده وارجع اثبتها تاني اهو كده، وبرده تاني علشان خاطر بس اضمن ان هي ثابته جامد معايا. تمام، وهقوم مثبتاها في الاخر، هثبت الخيط واقصه عادي. بعدين هجيب ديت اهي وهحطها كده، وهجيب التوكه اللي انا عايزاها وهدخلها بالشكل ده. في الاول هثبت التوكه هنا، تمام، او ممكن اثبتهم هما الاتنين مع بعض بالشكل ده كده. هقص حته صغيره قوي اهو، هجيبها عند الطرف هنا واحط دي كده عليها، هقص كده كفايه لحد هنا اهو كده قصناها، وهجيب الخيط وهثبتها بقى من ورا. ممكن لو عايزين تحطوا مشبك، اللي انتوا تعملوه اللي انتوا تحطوا المشبك وتخيطوا عليه الستان او تلزقوها بمسدس الشمع. تمام، طبعا ده علشان التوكه قماش فانتوا بتعملوها عادي بالخيط، لكن لو انتوا حابين تحطوا دوت محتاج يتثبت الاول، هثبت فيها الاول عشان يبقى اقوى. لو انتوا حابين تحطوا اللي هي المشبك، المشبك انتوا محتاجين بس في الاول كل اللي انتوا هتعملوه اللي انتوا هتثبتوه بمسدس الشمع، وبعدين هتفتحوا التوكه وتتنوا عليها اللي هو الشريط الستان الرفيع بس كده، هو ده كل اللي انتوا هتعملوه. اما طبعا لو قماش بالشكل ده يبقى تخيطوها كلها منها فيها، وده هيكون الافضل اهو كده. احنا اهو خلاص كده خيطناها، بصوا دي بس بتتعمل على اتنين اللي هي الصغيره قوي، ممكن في ديل الحصان بعد ما تربطوه في الاخر هتحطوا التوك عليه، بيبقى شكلها جميل جدا، وبالذات لو الشعر مرفوع. جربوها لاطفالكم او حتى ليكوا، شكلها بيبقى كيوت قوي ولذيذ. وممكن تحطوا بدل الاستك دي زي ما قلنا دبوس او اي حاجه لو حابين تستخدموها يعني لقدام. وطبعا حجم الستان انتوا تقدروا تتحكموا فيه سواء اكبر او اصغر. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات تانية. باي باي.